روسيا وجهت ضربات عنيفة وانتقامية على أوكرانيا بالصواريخ وبالطائرات المسيرة اليوم، وهذه الضربات هي توزعت على العديد من المناطق. هنالك مناطق رئيسية هي التي تعرضت إلى هذه الضربات العنيفة والمفاجئة، جاءت على دنيبرو، جاءت على العاصمة الأوكرانية كييف، جاءت على تشيرنوبل، وجاءت على ليفيف وعدد من المناطق الأخرى. نتحدث هنا عن ما يقارب 75 إلى أكثر من 75 صاروخا هي التي ضربت هذه المناطق التي نتحدث عنها، وكذلك تم استخدام طائرات مفخخة مسيرة من نوع شاهد 136 بحسب التصريحات الأوكرانية على هذه المناطق. هذه الضربات لم تأتي فقط على مراكز استراتيجية كما هي العادة بالنسبة إلى روسيا في الفترات السابقة عندما تقوم بمثل هذه الضربات، لا أبدا، بل إنها جاءت بشكل خطير وعشوائي على المدنيين، تحديدا إذا ما تحدثنا عن العاصمة الأوكرانية كييف. ففقط في هذه العاصمة بسبب هذه الضربات سقط 12 مدنيا كقتيل بسبب هذه الضربات، وكذلك 24 جريحا على الأقل. الأعداد طبعا في تزايد، وهنالك كانت ظروف صعبة شهدتها أوكرانيا من هذه الضربات، بل إن التقارير تحدثت بشكل واضح إن كان هنالك انقطاعا في 6 مدن، انقطاع للتيار الكهربائي، وثبتت هذا الأمر شركة نت بلوكس التي أكدت بأن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى انخفاض أو انقطاع الإنترنت كما تلاحظون في بهذا الشكل في 10 أكتوبر كما تلاحظون لهذا التقرير، مع مقارنته مع 7 أكتوبر من 3 أيام. تحدثوا عن عدد من المناطق مثل ليفيف على سبيل المثال، خاركيف وعدد من المناطق، وجاء تحديث آخر من نت بلوكس الذي يوضح العديد من المدن كما تلاحظون هنا، الكثير والكثير من المدن التي انقطعت عنها اتصالات الإنترنت بسبب انقطاع التيار الكهربائي في 6 مدن كما تحدثنا. الضربات كانت عنيفة فعلا، المناظر كانت حقيقة خطيرة تأتي بهذا الشكل على المدنيين في العاصمة الأوكرانية كييف كما تلاحظون. عجلات مدنية هي التي ضربت بهذا الشكل، العديد من النقاط منتصف كييف هي التي ضربت بشكل عنيف بحسب عمدة هذه العاصمة المهمة جدا، العاصمة الأوكرانية كييف. كانت هنالك أيضا صورا لطبيعة الدمار الذي أحدثته الضربات الروسية على كييف بهذا الشكل الذي تلاحظونه، وهي التي تسببت في كل القتلى 12 قتيلا على الأقل الذين تم الإعلان عنهم بشكل رسمي. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي كان له تعليقا بعد هذه الضربات وقال: الروس يحاولون تدميرنا ومسح وجودنا من على وجه الأرض، نحتاج لمنظومات دفاع جوي وقاذفات صواريخ متعددة. وفعلا تحدث بعد ذلك، بعد هذا التصريح أعلن على تويتر بهذا الشكل بأن كان لديه اتصالا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وطلب منه منظومات دفاعية لتفادي مثل هذه السيناريوهات الخطيرة التي تهدد منشآت مدنية، التي تهدد مدنيين موجودين إن كانوا في العاصمة أو إن كانوا في المدن الأخرى مثل تشيرنوبل أو حتى مثل ليفيف التي تحدثنا عنها. وعلى هذا الأساس أيضا تحدث بأن عليكم أيها الأوروبيون أن تضغطوا بشكل أكبر، أن تفرضوا عقوبات وأن تضغطوا على روسيا لمنعها من مثل هذه العمليات. هذه الضربات العنيفة جدا التي قادها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي تأتي بعد اتهام الرئيس الروسي لأوكرانيا بأنها هي كانت خلف هجوم خطير للغاية كان قد جاء وقد نفذته أوكرانيا، وتحدث عن أن القوات الخاصة الأوكرانية والنيتو هم الذين قادوا هذه العملية في داخل الأراضي الروسية، وأكد أن الهجمات تزداد على داخل الأراضي الروسية وليس على القوات الروسية الموجودة في الداخل الأوكراني. هو يتحدث بشكل واضح عن الحدث الذي شهدناه قبل يومين من ضربة كبيرة جاءت على جسر شبه جزيرة القرم بهذا الشكل، كانت ضربة مدوية للغاية. وبالتالي هذه الضربات بعد الاتهامات وتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاءت هذه الضربات، ووجدت الأوساط الغربية والأوساط الأوكرانية بأن هذه الضربات هي تأتي انتقاماً
لما جرى في شبه جزيرة القرم. هذه الضربة كانت هي استفزازية جدا بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقارنة بأي من الضربات التي جاءت أو من أي الاشتباكات التي جاءت بين جميع الأطراف. طبعا إذا ما ذهبنا إلى الخارطة على سبيل المثال ولكي نفهم لماذا هذه الضربة كانت مستفزة ودفعت الرئيس الروسي إلى التصعيد، ومن الممكن أن نشهد تصعيدا أكبر بسبب هذه الضربة وما ممكن أن يجري بعد هذه الضربات. طبعا المسألة التي نتحدث عنها هي جاءت على جسر شبه جزيرة القرم الذي يأتي بهذا الاتجاه في مضيق كيرش. هذا هو طبعا الذي ترونه هنا، بحر آزوف، هنا الأراضي الروسية، هنا شبه جزيرة القرم، وهذه هي الأراضي الأوكرانية. في عام 2014 عندما تمكنت روسيا في حقيقة الأمر من استغلال مسألة الانقلاب أو الثورة كما يحب أن يطلق عليها البعض التي جرت في العاصمة الأوكرانية كييف، تمكنت روسيا من الذهاب إلى شبه جزيرة القرم، قاموا باستفتاء وذهب الاستفتاء بشكل طبيعي إلى روسيا، وقرر أهالي شبه جزيرة القرم أن ينضموا إلى روسيا وأصبحت باللون الأحمر. بعد ذلك بدأت تفكر روسيا بأن علينا ربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم، وعلى هذا الأساس اتخذوا قرارا ببناء جسر يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم، وطبعا يأتي عبر مضيق كيرش الذي نتحدث عنه، وانتهى إنشاء هذا الجسر في عام 2019. هو كان الهدف الخطير الذي جاء قبل يومين واستفز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تعالوا نذهب إلى هذا الجسر لكي نفهم تماما لماذا هذه الضربة كانت ضربة كبيرة ووصلنا وأوصلتنا إلى هذا التصعيد. كما تلاحظون هذا هو الجسر الذي ضرب. في هذا الجسر هنالك نقاط قوة وهنالك عدد قليل من نقاط الضعف الذي طبعا استهدفه الأوكرانيين، والهدف الأساسي هو كان تدمير هذا الجسر، إيقاف هذا الجسر تماما والربط من الأراضي الروسية إلى شبه جزيرة القرم، والهدف كان يأتي بهذا الاتجاه لنقترب من هذه المنطقة ونقطة الضعف تحديدا في هذا الجسر الذي كان من الممكن أن تؤدي إلى دمار كبير. هنا كما تلاحظون هذه هي النقطة التي كانت أساس الاستهداف، بأخذ صورة واضحة إلى اليمين قليلا لنأخذ صورة أوضح لهذا الموقع. سنلاحظ ببساطة بأن هذا الجسر هو عبارة عن ثلاثة ممرات، هنالك ممر للعجلات المدنية أو المركبات المدنية، السيارات المدنية طبعا أو أي سيارات أخرى تأتي بهذا الاتجاه، وكذلك أن هنالك أيضا ممرا للسكك الحديد ذهابا وإيابا، وكما نلاحظ بأنه يستخدم كممر مائي. لنأخذ صورة أوضح، صورة واضحة التقطت لهذا الجسر ولهذه النقطة تحديدا. هنا كما تلاحظون هذه هي النقطة التي تحدثنا عنها لعملية انتقال المركبات طبعا أو العجلات، هذه هي نقطة السكك الحديدية، وهذه هي المنطقة. لاحظ الفجوة الكبيرة في هذه المنطقة لأنه هذا ممر مائي، يأتي بعرض هذا العرض بهذه المنطقة بين هذه الأعمدة يأتي على مسافة 223 مترا ويأتي على ارتفاع ما يقارب 30 إلى 35 مترا، وبالتالي كل السفن الكبيرة تستطيع المرور من هذا الممر المائي، وبالتالي نحن نتحدث عن ثلاثة ممرات تستخدم في هذه النقطة الاستراتيجية، هي كانت الهدف الأساسي. الخطة الأساسية بالنسبة للأوكرانيين هي أن تأتي شاحنة، طبعا بحسب الاتهام الذي يأتي من الروس أن هنالك شاحنة مفخخة تأتي بهذا الاتجاه وتحاول أن تلتقي في هذه المنطقة عند وصولها مع قاطرة محملة بالوقود بهذا الشكل، وبعد ذلك عندما تصل إلى هذه النقطة تقوم بالانفجار، تنفجر بهذا الاتجاه، يؤدي هذا الانفجار إلى انفجار أكبر بسبب أن القاطرة الوقود أو قاطرة النفط هي أيضا تأتي مقابلة لها، وبالتالي يأتي الانفجار كبيرا ويضرب هذا الجسر تماما ويتوقف، وتتوقف ثلاثة ممرات مهمة للغاية تأتي بسبب هذا الجسر، ولكن العملية لم تسير بالطريقة التي كان مخطط لها. طبعا إذا ما جئنا إلى حقيقة ما جرى أن الخطة ذهبت مهب الريح بالنسبة للأوكرانيين، الضربة والانفجار كان قد جاء في نقطة مختلفة عن النقطة المخطط لها، لأن هذه الشاحنة المفخخة عندما وصلت إلى هذه المنطقة لاحظت فجأة بأن قاطرة الوقود قد تعدت هذه المنطقة وقد وصلت إلى هذا الاتجاه، نقطة بعيدة جدا عن النقطة التي كانت مستهدفة، وعلى هذا الأساس لم يكن هنالك إلا خيار واحد ألا وهو أن يتم الانفجار بهذا الشكل، متأملين أن يكون هنالك ضربة لهذه المنطقة وأن تكون كافية لإسقاط هذا الجسر الذي نتحدث عنه. ولكن طبعا جاء الانفجار فعلا ولكن لم يتحقق ما كان ممكن أن يتحقق في هذه المنطقة، وبالتالي كان هنالك توقيت خاطئ
في هذه العملية. كانت هنالك صور من القمر الصناعي الذي توضح والتي توضح طبيعة أين جاء هذا الانفجار من شركة بلانت للأقمار الصناعية. نلاحظ هذا هو جسر، هذه المنطقة التي تحدثنا عنها، النقطة التي ضربت تأتي بهذا الاتجاه. هذه هي صورة محدثة ما بعد الانفجار، هذا هو الانفجار لنقترب منه. ستلاحظ بأن الانفجار فعلا جاء بعيدا عن النقطة التي نتحدث عنها، والتوقيت كان خاطئا. وعلى هذا الأساس بالنسبة للأضرار كما نلاحظ بسبب التوقيت الخاطئ سقط فقط الممر الذي كانت تسير عليه هذه الشاحنة المفخخة، أما الممرات الأخرى بدت طبيعية وليس هنالك مشكلة. القاطرة دمرت مثلما أرادوا ودمروا واحدة من النقاط، ولكن الجسر بقي طبيعيا من دون أي مشاكل. وهذه الضربة طبعا لم تكن ناجحة، ولكنها ناجحة على المستوى الاستخباري، وهي ناجحة وتوضح بأن من الممكن أن نخترق أراضيك يا بوتين، ومن الممكن أن نحقق ضربات استراتيجية في الداخل. ولماذا هي أيضا مستفزة؟ هي ليست فقط بسبب هي ضربة جسر في داخل الأراضي الروسية كما تعتبرها روسيا، لا أبدا، بل إن الواضح تماما بالنسبة للقوات الأوكرانية إن كان هنالك هدفا أن يتم قطع هذا الجسر، قطع هذه مناطق الإمداد إلى شبه جزيرة القرم من أجل تخفيف الإمدادات، من أجل تقليل الإمدادات أو إضعاف الإمدادات العسكرية الروسية التي تأتي إلى شبه جزيرة القرم، واستغلال الأوكرانيين. إذا ما غيرنا اللون هنا لكي نوضح، الأوكرانيين يستغلون عملية التقدم الكبيرة التي يقومون بها على مستوى مقاطعة خيرسون على سبيل المثال من أجل الاستمرار بالضغط مع ضعف الإمدادات الروسية والتقدم إلى شبه جزيرة القرم. هنالك تطور فعلا يأتي على خيرسون كبير للغاية إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة، بحسب معهد دراسات الحرب، بحسب موقع المواطنة الأوكراني، تحدث عن تقدم جديد بالنسبة للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة. هنا كما تلاحظون هذه هي خيرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية، وكانوا مسيطرين على دوتشاني ونوفا كاميانكا بهذا الاتجاه، وهنالك منطقة أخرى تأتي بهذا الاتجاه وهي سابلو كيفكا، وبالتالي طبيعة السيطرة تقريبا تبدو بهذا الشكل الذي تلاحظونه للقوات الروسية. القوات الأوكرانية تضغط وتتقدم على العديد من النقاط مستغلة الأسلحة التي تتمتع بها طبعا من راجمات الصاروخية، من مدفعية M777 هاوتزر الأمريكية، وغيرها من الأسلحة التي تحصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الناتو. التطور الجديد بحسب المصادر التي ذكرتها لكم بأن القوات الأوكرانية بعدما تقدمت وبدأت تطهر هذه المناطق وتسيطر عليها التي تأتي على نهر الدنيبر، هذا هو نهر الدنيبر الذي تلاحظونه، تقدموا وسيطروا على دوتشاني في الأيام القليلة الماضية، وبعدها في 48 ساعة الماضية تمكنت القوات الأوكرانية من التقدم إلى هذه المنطقة ألا وهي سابلو كيفكا، وتمكنوا من السيطرة عليها، وأيضا تقدموا إلى نوفا كاميكا بهذا الاتجاه وتمكنوا من السيطرة عليها، وأصبحت الأبواب مفتوحة، والقوات الروسية هي في حقيقة الأمر الأبواب مفتوحة للأوكرانيين أن يتقدموا ليطهروا كل هذه المناطق وصولا إلى نقطتين مهمتين. القوات الروسية متوقع تماما من العديد من الخبراء العسكريين أن تستمر في عملية التراجع أمام القوات الأوكرانية بسبب أن منظوماتها الدفاعية الرئيسية لم تعد موجودة في هذه المنطقة، بل هي موجودة في حقيقة الأمر في منطقة تأتي بهذا الاتجاه قريبة من كاخوفكا، وهذه المنطقة وهي بريسلاف تحديدا يشددون الحماية فيها، يشددون المنظومات الدفاعية الرئيسية الخاصة بهم وقطعاتهم تتخذ من نهر الدنيبر خط دفاع من أجل صد الهجوم القادم. هذه معركة قادمة يجب أن نتوقعها بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية، وأيضا هم يستعدون للدفاع عن خيرسون تحديدا، هذه نقاط استراتيجية مهمة القوات الروسية تحاول الدفاع عنها، وبالتالي واضح جدا أن القوات الأوكرانية ستبحث ولديها خطة واضحة أن نصل إلى هذه المنطقة، نحاول السيطرة على بريسلاف، وبعدها نحاول السيطرة على خيرسون، ومن ثم نبدأ بالتقدم إلى شبه جزيرة القرم. نعم هم يفكرون بالذهاب إلى شبه جزيرة القرم وتحقيق نتيجة كبيرة. التقدم لا يأتي فقط في مقاطعة خيرسون التي أتحدث عنها والتي تشكل خطرا على شبه جزيرة القرم، لا أبدا، هذا التقدم هنا كما تحدثنا هنالك تقدم بحث عن السيطرة عن هذه المنطقة، قطع الإمدادات بهذه الضربة التي تحدثنا عنها، بل إنهم أيضا حققوا تقدما يأتي
على الدونباس وإقليم دونباس. نأخذ هذا اللون فقط لنوضح الحدود الإدارية تقريبا لهذه المنطقة. هنا لوغانسك، هنا دانييتسك. التطور الذي يأتي هو يأتي على لوغانسك تحديدا. الحاكم الخاص بمقاطعة لوغانسك، الحاكم الأوكراني وليس الحاكم من الانفصاليين، أكد بأن القوات الأوكرانية تقدمت في هذه المنطقة على مقاطعة لوغانسك، وبأنهم من محورين تمكنوا من السيطرة على 7 بلدات من محورين، تمكنوا من تحقيق سيطرة كبيرة للغاية بالنسبة إليهم، وهم لا زالوا بالتقدم. وهذا يأتي حقيقة تقدم كبير من بعد ما تقدموا الأسبوع الماضي بهذا الشكل الذي تلاحظونه. اخترقوا الحدود الإدارية للوغانسك قادمين من دانييتسك وصولا إلى ليسشانسك، دخلوا الحدود الإدارية باعتراف من الانفصاليين أساسا الموجودين الروس هناك في لوغانسك تحديدا. وهنا السؤال الأهم، نحن أمام تقدم أوكراني كبير، يحاولون إلغاء تماما عملية الضم الروسية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلنها في خيرسون بعد أن قام باستفتاء هنا وفي زاباروجيا وكذلك في لوغانسك ودانييتسك، وأعلن ضمها إلى روسيا. الأوكرانيين يتقدمون على هذه المناطق، وهذه من وجهة النظر الروسية أن هذه القوات الآن محتلة، صدق أو لا تصدق، هذه القوانين وهكذا تسير الأمور بحسب الاستفتاء الذي تؤمن به روسيا. الآن ليس هذا فحسب، بل أن هنالك ضربات الآن نتحدث عنها جاءت بهذا الاتجاه، وكذلك أن هناك ضربات بالعمق تأتي على بولغور بهذا الاتجاه تقريبا من خاركيف، أن القوات الأوكرانية تستمر في توجيه الضربات بهذا الشكل على العمق الروسي. وهنا السؤال الأكبر، هل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم الأسلحة النووية إذا ما ساءت الأمور واستمرت القوات الأوكرانية بتحقيق هذا التقدم الكبير الذي نتحدث عنه، وتراجعت القوات الروسية ووصلوا إلى شبه جزيرة القرم؟ الأنباء القادمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والأوساط الأمريكية على الأقل هي تؤمن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعلا سيستخدم الأسلحة النووية، ولكن بشكل معين. نيويورك تايمز كانت قد تحدثت يوم أمس بأن روسيا ستقوم بعملية نشر أسلحة تكتيكية نووية، ولن تستخدم الصواريخ البالستية التي هي تعتبر طبعا عابرة للحدود، لا أبدا. ولكن أيضا في نفس الوقت هي أكدت بالنسبة للنيويورك تايمز بأنها ستستخدم، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم هذه الأسلحة على مناطق الحرب سيستخدمها. أما في منطقة حرب كما نلاحظ هنا The Battlefield، كما نلاحظ بأنه Either on the Battlefield أي على ساحة المعركة ستستخدم هذه الضربة النووية التي من المتوقع بالنسبة لنيويورك تايمز أن تكون محدودة القدرة، أو أنها ستستخدم على منطقة غير مأهولة بالسكان كطاقة تحذيرية للناتو لأوكرانيا لا تتقدموا أكثر. فهذه المناطق التي تم ضمها هي مناطق روسية مهمة للغاية، لا تجرؤوا على هذه الأمور. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تضع العديد من الحسابات لاستخدام النووي المتوقع من الأوساط الأمريكية، وكما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في استخدامها، وكما دعا أيضا ودعوات كبيرة من الداخل الروسي للتوجه إلى استخدام هذه الأسلحة. وبالتالي فعلا الظروف تبدو صعبة ومعقدة في الأسابيع القادمة إذا ما شهدنا هذه التطورات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تبدو مستعدة لهذه السيناريوهات بشكل أو بآخر، تقارير استخبارية، تحضيرات عسكرية وغيرها. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ما هي غير مسيطرة عليه هي مسألة ما يأتي على الطاقة وقضية الطاقة تحديدا. فبلومبرغ على سبيل المثال الأمريكية كانت قد تحدثت في 48 ساعة الماضية بأن الأوروبيين اليائسين بدأوا بعملية استخدام الحطب من أجل التحضر للشتاء، وطبعا هنالك استخدام أيضا الفحم بدلا من الغاز، فقطاع الغاز يؤثر على أوروبا بشكل خطير، ووصلت أوروبا إلى استخدام الحطب بسبب حرب الطاقة التي تأتي من الحرب الروسية الأوكرانية بشكل أكيد. ولكن أيضا يجب أن لا ننسى ما كان قادما من الأوبك بلس الذي تقوده المملكة العربية السعودية، التي أعلنت بشكل واضح الأوبك بلس كمنظمة تخفيض إنتاج مليوني برميل النفط يوميا، وهي تعتبر ضربة للولايات المتحدة الأمريكية وللناتو. واعتبرت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه أمور مخيبة للآمال وأنه عمل عدائي بحسب تصريحات الخارجية الأمريكية. الأمر لم يتوقف هنا أبدا، لا لم يتوقف نهائيا، ولكنه اتجه اليوم إلى اتجاه آخر ومختلف. فرويترز اليوم وبحسب
مصادر قد نشرتها مطلعة أكدت بأن أرامكو السعودية اتجهت إلى آسيا واتفقت مع آسيا وشمال آسيا تحديدا طبعا منها الصين بشكل مباشر أن إمدادات الطاقة لن تنخفض على آسيا بالنسبة لهذا القرار من أوبك بلس، أي أن قرار أوبك بلس سيطبق على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ولكن الإمدادات ستستمر بشكل طبيعي إلى آسيا، وأيضا الأسعار ستستمر بشكل طبيعي ولا تكون هنالك زيادة في الأسعار، وهذا ما قالته طبعا رويترز بشكل مباشر. قالت عدة مصادر مطلعة يوم الاثنين أن أرامكو السعودية أبلغت 7 عملاء على الأقل في آسيا أنهم سيحصلون على كميات تعاقدية كاملة من النفط الخام في نوفمبر قبل ذروة موسم الشتاء، وأضافت وقالت المصادر أن المنتج يبقي الإمدادات إلى آسيا ثابتة على الرغم من تخفيضات الإنتاج المحتملة من خلال استغلال المخزونات. وعلى هذا الأساس أن الطرف الوحيد الذي يتعرض الآن إلى الضغط هي ستكون أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية ولن تكون آسيا، بل المستفيدة الأكبر هي روسيا لأن هنالك ضغط كبير جدا تهدف من خلاله طبعا روسيا أن تستغله من أجل التوجه إلى المفاوضات.